بسم الله نبدأ دائماً وأبداً، وبحمد الله ننتهي إن شاء الله. أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان، أهلاً بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية. موعدنا اليوم مع موضوع شيق للغاية، عنوانه تواضع سيدنا عمر. الموضوع ده عبارة عن الدرس الأول، وهو موضوع نصوص من إحدى موضوعات الوحدة الأولى وعنوانها قيم وسلوك. هنشوف إيه القيم اللي ممكن نتعلمها من هذا الموضوع بعنوان تواضع سيدنا عمر، وهو عبارة عن قصيدة شعرية للشاعر حافظ إبراهيم. نشوف مع بعض نبذة عن الشاعر ونقول هو حافظ إبراهيم شاعر مصري، ولد عام 1872 ميلادية بمحافظة أسيوط، وتوفي عام 1932. أهم أعماله: له العديد من دواوين الشعر، أهمها ديوان حافظ وديوان آخر عنوانه البؤساء. هذا الشاعر يلقب بشاعر النيل وشاعر الشعب. أهداف موضوعنا النهاردة، نشوف مع بعض موضوعنا النهاردة له بعض الأهداف، وبنقول في نهاية هذا الموضوع إن شاء الله يكون المتعلم قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف: الهدف المعرفي والوجداني والمهاري. الهدف المعرفي يتمثل في معرفة أثر العدل والتواضع على الفرد والمجتمع. الهدف الوجداني بنقول الشعور بأهمية تطبيق مبدأ الشورى. الهدف المهاري تحديد الصفات التي تميز بها سيدنا عمر رضي الله عنه. طبعا تساءلنا في البداية من هو عمر؟ دلوقتي أكيد طبعا لما قلنا رضي الله عنه عرفنا إن المقصود بسيدنا عمر هو الخليفة الثاني للمسلمين. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تولى الحكم أبو بكر الصديق، تلاه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نشوف النص بتاعنا النهاردة. الشاعر بتاعنا حافظ إبراهيم أجاد في التعبير عن مشهد واحد فقط في حياة سيدنا عمر كلها، ونشوف بيقول إيه مع بعض. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. الله عليك يا حافظ، ايه الجمال ده، ايه التعبيرات الروعة دي.
الكلام كله أو القصيدة كلها شرح نفسها. نفهم من القصة دي اللي رواها حافظ إبراهيم في بعض هذه الأبيات المعبرة إن في رسول من رسل ملوك الفرس راح برسالة علشان يقابل سيدنا عمر علشان يسلمه رسالة من ملك الفرس. ملك الفرس في الوقت ده كان يطلق عليه لقب كسرى. قعد يدور ويسأل فين قصر الخليفة؟ قالوا له الخليفة ما عندوش قصر. طيب فين؟ عايز أقابل الخليفة عمر بن الخطاب، فينه؟ واحد شاور له وقال له أهو نايم هناك تحت ظل الشجرة البعيدة دي. قال إيه ده؟ الملك السلطان بتاعكم نايم تحت ظل شجرة في الطريق، راحوا علشان يقابله، لقي سيدنا عمر بن الخطاب نايم ومستغرق في النوم. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ نشوف بقى شرح الابيات مع بعض بالتفصيل. وزي ما احنا شايفين كل مجموعه من الابيات مدينها لون خاص علشان تعرف ان دي عناصر القصيده بتاعتنا. نشوف العنصر الاول بيقول لنا ايه؟ مقارنه بين عمر وملوك الفرس. مقارنه بين عمر وملوك الفرس. هذا العنصر يحتوي على البيت الأول والثاني: وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. الشرح بقى بتاع هذا العنصر بنقول: يحكي الشاعر حكاية رسول كسرى الذي أعجب بسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهي التواضع عندما رآه نائما فوق التراب بلا حراسة. شاف حاجة تاني؟ الزهد عندما رآه مرتديا عباءة قديمة. ايه كمان؟ العدل الذي جعله ينام مطمئنا دون خوف. الشورى المبدأ الذي طبقه فعم الرخاء في شتى أنحاء البلاد. كل الحاجات دي شافها بمجرد أن رأى سيدنا عمر رضي الله عنه نائما تحت ظل شجرة. تمام كده؟ نشوف مع بعض بقى مفردات هذا العنصر. راعى بمعنى دهشة. صاحب المراد رسول، جمعها أصحاب. رأي رأى شاهد. الرعية الشعب ومضادها الراعي، جمعها الرعايا. عطلا خاليا من الزينة وجمعها أعطال، مضادها متزين. راعيها ولي أمرها وحاكمها، مضادها رعية، واحد من الرعية. عهده أي معرفته وعلمه وخبرته، جمعها عهوده. سورا جماعة كبيرة وجمعها أسوار. الأحراس المراد الحراس من الجنود، يحميها يحرسها ويحفظها، مضادها يضيعها ويخزلها. مظاهر الجمال اللي وردت في هذين البيتين من العنصر الأول: وراعى صاحب كسرى، ده تعبير يدل على شدة تعجب ودهشة رسول كسرى من زهد سيدنا عمر. رأى عمرا بين الرعية عطلا، تعبير يدل على تواضع سيدنا عمر وقربه من قلوب رعيته. وهو راعيها تعبير يدل على مسؤولية الحاكم ورعايته لشعبه. الرعية وراعيها بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. وعهده بملوك الفرس
تعبير يدل على خبرة الرسول بأحوال ملوك الفرس، أن لها صورا من الجندي، أسلوب مؤكد بأن وتقديم لها على كلمة صورا يفيد التأكيد. البيت الأول والبيت الثاني بينهما مقابلة في المعنى توضح المعنى وتؤكده. صورا من الجندي تعبير يدل على قوة الحراس وتماسكهم لحماية من يحرسون. طيب العنصر الثاني بقى هنسميه العظمة في الزهد والتواضع. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. رأى رسول كسرى سيدنا عمر ينام نوما عميقا وتبدو عليه العظمة، لقد كان ينام على الأرض تحت ظل شجرة ملتفا بثوب قديم. عندما رأى الرسول هذا المنظر عظم سيدنا عمر في عينه واستصغر ملوك الفرس بكل ما لديهم من مال وجاه وسلطان. مفردات هذا الجزء من النص: مستغرقا أي نائما نوما عميقا، مضادها فائقا فايق يعني. الجلالة العظمة ومضادها الحقارة. أسمى أي أعلى مضادها أدنى. أثرى تراب جمعها الأثراء. الدوح هي الأشجار الكثيفة ومفردها الدوحة. مشتملا ملتحفا مضادها متجردا. بردة هي عباءة وجمعها برد. العهد المراد الزمن وجمعها العهود. يبليها يفنيها مضادها يجددها. هان أي سهل وحقر ومضادها عظم وكبر. مظاهر الجمال في هذا الجزء من النص: رآه مستغرقا في نومه تعبير يدل على الطمأنينة وراحة البال. فرأى فيه الجلالة تصوير للجلالة بشيء مادي ويوحي بعظمة سيدنا عمر. في أسمى معانيها تعبير يدل على رقي أخلاق سيدنا عمر. فوق الثرى تحت ظل الدوح تعبير يدل على شدة تواضع سيدنا عمر. فوق وتحت بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي. مشتملا ببردة تعبير يدل على شدة تواضع سيدنا عمر وزهده في الدنيا. هان في عينيه تعبير يوحي بمدى تأثر الرسول وإعجابه بسيدنا عمر. الدنيا بأيديها تعبير يدل على قوة ملكهم وسعة سلطانهم. نيجي بقى للعنصر الثالث والأخير وبنقول العدل أساس الملك. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها، يا رافعا راية الشورى وحارسها،
جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. نشوف شرح هذه الأبيات وبنقول: أدرك الرسول أن ثمرة عدل سيدنا عمر بين الناس أنه شعر بالأمان فنام مطمئنا راضيا مسرورا. الحاكم ده لو كان عارف نفسه أنه ظالم مش هيقدر ينام كده بالشكل ده وسط الطريق تحت شجرة، تمام؟ أي حد من أعدائه الناس اللي هو ظلمهم ممكن يجي يعتدي عليه أو يقتله أو أي حاجة، لكن عشان هو مطمن نام راضي ومسرور. لقد طبق سيدنا عمر مبدأ الشورى ورفع رايتها، فجزاه الله خيرا على ما فعل. إن الأخذ برأي الجماعة والشورى فيه رخاء للبلاد والعباد، أما الاستبداد بالرأي ففيه الشقاء للفرد والمجتمع. مفردات هذا الجزء من النص: أمنت أي اطمأننت، مضادها قلقت. العدل الإنصاف، مضادها الظلم. قرير العين مطمئنا مسرورا، مضادها قلقا مضطربا. شورى تشاور، مضادها الاستبداد. راية أي علم، جمعها رايات. جزاك كافأك، عكسها أو مضادها عاقبك. تشقى بمعنى تضل، مضادها تسعد. الخلاف هو الاختلاف في الرأي، مضادها الاتفاق. نشوف بقى مظاهر الجمال لهذا الجزء الأخير من النص النهاردة، وبنقول: أمنت لما أقمت العدل بينهم، تعبير يدل على أن العدل أساس أمن الراعي والرعية الاثنين مع بعض. أقمت العدل تصوير للعدل ببناء يقام، وهذا يدل على حرص سيدنا عمر على تحقيق العدل. فنمت نوم قرير العين هانيها، تعبير يدل على اطمئنان سيدنا عمر. يا رافعا راية الشورى، أسلوب نداء يصور الشورى بالراية العالية في السماء. حارسها، تعبير يشبه سيدنا عمر بالحارس. جزاك ربك خيرا من محبيها، دعاء لسيدنا عمر بالخير. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، تعبير يدل على أهمية التشاور لتقدم البلاد. رأي الفرد يشقيها، تعبير يوضح ضرر الانفراد بالرأي والاستبداد به. الجماعة والفرد بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. ماذا نتعلم من هذا الدرس؟ طبعا أكيد كلنا دلوقتي استشعرنا مدى حلاوة الكلمات اللي عبر بها شاعرنا الجميل حافظ إبراهيم الشاعر المصري الأصيل عن موقف أو مشهد واحد مر في حياة سيدنا عمر. والموقف ده على فكرة حقيقي فعلا، وكان سبب في إسلام رسول كسرى ودخوله الإسلام. نتعلم بقى التواضع وعدم التكبر على الآخرين، والنقطة دي لوحدها يعني فيها مجالات كتير جدا، أبسطها: من تواضع لله رفعه.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة منها أن التواضع شيمة الإنسان الكريم، لأن الإنسان المتواضع يحبه الناس. وخلي تواضعك ده مع الآخرين لوجه الله، تمام؟ لما أنت تتواضع مع الناس ما تتكبرش عليهم، ربنا سبحانه وتعالى هيرفع قدرك بينهم. نيجي لمثال بسيط في العصر الحديث بتاعنا، الإمام الشعراوي رضي الله عنه لما تولى الوزارة وشاف ناس كتير بتجري وراه وعايزة تسلم عليه، حس بإيه؟ خاف لحسن نفسه الأمارة بالسوء تخليه يتكبر على الناس. فالقصة المشهورة اللي كلنا عارفينها إن هو راح دخل على طول على مسجد السيدة زينب، ودخل الحمامات وابتدى ينظف فيها بنفسه وهو وزير. ليه بيعمل كده؟ علشان يقول إن التواضع أهم من الشهرة. التواضع مع الناس في المعاملات، التواضع هيخلي الناس تحبك أكتر، التواضع هيرفع قدرك بين الناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيكون شايفك ومطلع عليك، وهو اللي هيخلي الناس تحبك وترفع من شأنك. ما أجمل التواضع. النقطة الثانية اللي نتعلمها إقامة العدل بين الناس. وإقامة العدل بين الناس دي مش شرط أكون أنا حاكم علشان أطبق العدل، لا، العدل بيطبق بينك وبين أصحابك. لو أنت دخلت في مشكلة مع اتنين أصحابك وعايز تحل بينهم، اوعى تحابي صاحبك اللي أنت بتمله أكتر من التاني علشان هو صاحبك وعايز تنصره، لا، إياك. العدل بين الناس في كل المعاملات مهما كانت بسيطة. نتعلم كمان حاجة تاني جميلة جدا وهي الشورى. وأفضل من طبق مبدأ الشورى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، تمام، لما رسم خطة معينة وجه جندي من الجنود اللي معاه وقال له يا رسول الله، أهو أمر الشورى أم أمر سماوي؟ يعني الخطة اللي أنت بتقولها لنا دي يا رسول الله، يعني مجرد خطة عسكرية بنتشاور فيها ولا دي أمر من ربنا؟ قال له لا، بل الشورى. قال له طب يا رسول الله إيه رأيك لو عملنا كذا 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 كذا، وغير الخطة تماما. وسيدنا النبي لما اقتنع بالخطة بتاعته نفذ الخطة بتاعت جندي من الجنود اللي معاه في الجيش، ما أصرش على الخطة بتاعته. ده بقى الشورى، ده جمال الشورى. مش معنى أني أنا الحاكم يبقى أنفرد برأيي، مش معنى أني أنا رب الأسرة في بيتي يبقى أنفرد برأيي وألزم بي أولادي وأهل بيتي، لا طبعا. الشورى هي أساس تقدم أي مجتمع. آخر حاجة بقى، عدم الاستبداد بالرأي. لأن الإنسان اللي بيستبد برأيه ما بيبقاش شايف غير قراره هو، بيبقى شايف أو متصور ومتخيل إن هو أذكى إنسان في الكون. وكلنا عارفين النماذج اللي مرت علينا في التاريخ الإنساني اللي بنسميها إيه؟ الدكتاتور. أي إنسان كان دكتاتور في حياته، كان دكتاتور في حكمه مع شعبه، بنلاقي هذا الإنسان سقط بشكل سريع. على سبيل المثال هتلر في ألمانيا، شوفوا عمل إيه وكان مستبد برأيه إزاي، نهايته كانت إيه؟ انتحر. ده الاستبداد بالرأي. نيجي بقى لبعض التدريبات اللي لازم ناخدها مع بعض علشان نثبت بيها المعلومة. جايب لك نقول فيهم: وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيا، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الأحراس وسورا من الجند والأحراس يحميها. بقول لك اختر الصواب مما بين القوسين: مرادف راعى، أفزع، أراح، أعجب، أقام. يا ترى مرادف راعى إيه بقى؟ أعجب. طيب
مضاد يحميها ينفيها يبعدها يكرهها يضيعها. طبعا يحميها بمعنى يحفظها ويصونها، يبقى عكسها يضيعها. جميل. طيب لماذا اندهش رسول كسرى عندما رأى سيدنا عمر؟ ليه اندهش؟ ليه أعجب به؟ هنقول لأنه رآه نائما بلا حراسة، خاليا من زينة الملوك الذين يعرفهم من الفرس. ومتعود ان الملك بيبقى له بقى حشيه وصولجان وحشم وحراسه، وعلشان يقابله بيعدي على 100 واحد قبل ما يدخل يقابله. ده اللي متعود عليه هو من ملوك مين؟ الفرس اللي هو عايش معاهم. لكن لما شاف سيدنا عمر بالشكل ده كان طبيعي ان هو يندهش. طيب ما الجمال في قوله وعهده بملوك الفرس؟ ده تعبير يدل على مدى خبرته بأحوال ملوك الفرس. ملخص درسنا النهاردة، هنقول مع بعض إن النص بتاعنا تناول قصيدة شعرية من تأليف الشاعر حافظ إبراهيم، يتحدث فيها عن عدل سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، من خلال مشهد صغير يدور حول رسول كسرى الذي تعجب من تواضعه عندما رآه نائما مطمئنا دون حراسة مرتديا عباءة قديمة، فاستشعر مدى تواضع وعدل هذا الحاكم. تمام كده؟ يبقى ده ملخص الدرس بتاعنا بإيجاز شديد. بكده يبقى درسنا انتهى، ونقول كان معكم محمد الهادي معلم خبير إدارة أسوان التعليمية، وأترككم في رعاية الله وأمنه مع خالص تمنياتنا بالتوفيق. ألقاكم دائما على خير إن شاء الله.